هكذا قال الرب، صح 19. مثل تاني بقى يورينا قساوة القلب بتعمل ايه. هكذا قال الرب، اذهب واشتري ابريق فخاري، روح هات برضك ايه، قل من خزف، وخذ من شيوخ الشعب ومن شيوخ الكهنة، واخرج الى وادي ابن هنوم، كلمنا عليه اللي هو انه اشتق ادوان، الذي عند مدخل باب الفخار، ونادي هناك بالكلمات التي اكلمك بها، وقل اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا وسكان اورشليم، هكذا قال رب الجنود الى اسرائيل، ها انا جالب على هذا الموضع شر، كل من سمع به تطن اذناه، من اجل انهم تركوني وانكروا هذا الموضع وبخروا فيه لآلهة اخرى لم يعرفوها هم ولا ابائهم ولا ملوك يهوذا، وملأوا هذا الموضع من دم الاذكياء وبنوا مرتفعات للبعل ليحرقوا اولادهم بالنار، محرقات للبعل الذي لم اوصي ولا تكلمت به ولا صعد على قلبي. لاحظوا ان هنا الكلام ايه، حاسين ان هو متعاد، عشان يورينا قد ايه ربنا ادى مرات كتيرة وادى تفاعلات كتيرة جدا بينه وبين الانسان، ادى تفاعلات كتيرة بينه وبين الانسان، ومرات كتيرة يقول لهم كلمتكم مبكرا ومرسلا ومنذرا، وبنوا مرتفعات للبعل يحرقوا اولادهم بالنار، محرقات للبعل الذي لم اوصي ولا تكلمت به ولا حتى صعد على قلبي، لذلك ها ايام تأتي يقول الرب، ولا يدعى بعد هذا الموضع توفى ولا وادي ابن هنوم بل وادي القتل. عشان كده قلت لكم جهنم اشتقت من ايه، من هنوم. وانقض مشورة يهوذا واورشليم في هذا الموضع، واجعلهم يسقطون بالسيف امام اعدائهم بيد طالبي نفوسهم، واجعل جثثهم اكلا لطيور السماء ولوحوش الارض، واجعل هذه المدينة للدهش والصفير، كل عابر بها يدهش ويصفر من اجل كل ضرباتها. عارفين يصفر يعني ايه؟ يعني لا يصفر كده من كتر ما شايف اهوال يعني. واطعمهم لحم بنيهم ولحم بناتهم فياكلون. النبوه دي تمت فعلا ان هم كلوا ولادهم بسبب المجاعه، فياكلون كل واحد لحم صاحبه في الحصار والضيق الذي يضايقهم به اعدائهم وطالبوا نفوسهم. وبعدين بقى للنقطه المهمه، ثم تكسر الابريق امام اعين القوم. تجيب القلة اللي انت جبتها وتعمل ايه؟ تروح رميها على الارض دششها. الذين يسيرون معك وتقول لهم هكذا قال رب الجنود، هكذا اكسر هذا الشعب وهذه المدينة كما يكسر وعاء الفخاري، بحيث لا يمكن جبره بعد. يعني وقع الدش مش هينفع يتعمل ايه تاني، مش ممكن يعاد تشكيله. بقى صح 19 بصح 18 الفخاري ممكن يعمل ايه؟ يعيد تشكيل الفخار تاني، لكن هنا اتكسر ملوش ايه؟ جد. ليه؟ ايه الفرق بين الحالتين؟ ليه؟ نشفت ليه؟ لا حد يكون صح، نشفت ليه؟ هو ابريق الفخار ده نشف امتى؟ لما اتحط فين؟ في الفرن. خلاص دي النهايه. فلما نشف واتحط في الفرن مش ممكن يعاد تشكيله مره ايه؟ ثانيه. اتحط في الفرن دي اللي هي ايه؟ الدينونه، جت الدينونه خلاص يتكسر لا يمكن جبره. زمان التوبه المحدود. وفي توفى يدفنون حتى لا يكون موضع للدفن، هكذا اصنع لهذا الموضع يقول الرب ولسكانه، واجعل هذه المدينه مثل توفى، وتكون بيوت اورشليم وبيوت ملوك يهوذا كموضع توفى نجسه، كل بيوت التي بخروا على سطوحها لكل جند السماء وسكبوا سكائب لآلهة اخرى. ثم جاء ارميا من توفى التي ارسله الرب اليها ليتنبأ، وقف في دار بيت الرب وقال لكل الشعب، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا جالب على هذه المدينة على كل قراها، كل الشر الذي تكلمت به عليها، لأنهم صلبوا رقابهم فلم يسمعوا لكلامي. خطير قوي الفخاري ده. عشان كده يا ريت أنا عايزكم تقروا الحتة دي تاني، صح 18 ده بالذات تاني.
ازاي يعاد تشكيل اخرى، وازاي نقدر نوصل للمثل الاعلى اللي حطه الفخاري في ذهننا. حلوة دي، ها؟ نقدر مش عايز اقول لكم ده احلى اصحاح في ارميه، لا في احسن من كده، لكن الاصحاح ده بالذات اصحاح 18 انا احس ان الانسان محتاج انه يقراه كتير، كل فترة يراجع حياته عليها. ناخد راحة كده ونكمل الساعة 12 ان شاء الله. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين.